حثت وزارة الخارجية الصينية جميع الأطراف المعنية على ضبط النفس تجنباً لتصاعد التوتر في الإقليم على خلفية التدريبات العسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وإطلاق كوريا الديمقراطية لصواريخ باليستية. إن الصين تعارض إطلاق الصواريخ الباليستية من قبل كوريا الديمقراطية لأن ذلك ينتهك قرارات مجلس الأمن التي تحظر إطلاق كوريا الديمقراطية للصواريخ باستخدام تكنولوجيا صواريخ باليستية. كما أن الصين تلاحظ أيضا أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تنفذان حاليا تدريبات واسع النطاق ضد كوريا الديمقراطية. في هذه الحالة تحث الصين جميع الأطراف على ضبط النفس لتجنب التوترات الإقليمية.